سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه قال عائشة، قيل ومن الرجال؟ قال أبوها. هي الصديقة بنت الصديق، حبيبة الحبيب، وأليفه القريب، سيد المرسلين محمد الحبيب. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 حديث. أفقه نساء الأمة، هي التقية النقية التي لا تستحي من الأحياء فحسب، بل تستحي من الأموات. وربها اصطفاها أما للمؤمنين واجتباها، فهيا بنا نمشي على خطاها. السلام عليكم، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة على خطى ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. حياتها مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حياة رومانسية سعيدة، بنيت على أسس صحيحة، بنيت كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. حب عظيم واحتواء من ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لسيدنا النبي، وكان رد فعل من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حب واهتمام ورعاية وكل شيء جميل بين الأزواج. مشهد من الحب والاحتواء بين ستنا عائشة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ستنا عائشة بجوار سيدنا النبي ليلا، وسيدنا النبي يستأذنها ويقول لها: يا عائشة ذريني أعبد ربي عز وجل. ستنا عائشة ترد عليه وتقول له: أحب قربك وأؤثر هواك. قد إيه العلاقة بينهم علاقة حب واحتواء وتقدير. ستنا عائشة تعلمنا إزاي نتعامل مع الزوج وإزاي نحتويه. عاشت ستنا عائشة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات في المدينة، أعظم وأهم سنوات في الدعوة للإسلام. تخللها غزوات كثيرة وحروب للإسلام وللمسلمين، أوقات ضعف وأوقات قوة، أوقات سكينة لسيدنا النبي واطمئنان، وأوقات قلق وخوف على الأمة. وفي كل الأوقات دي ستنا عائشة كانت بجوار سيدنا النبي تحتويه وهو غضبان وهو سعيد. في كل الأحوال كانت بجواره رضي الله عنها وأرضاها. ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها احتوت سيدنا النبي في أصعب اللحظات، لحظات الاحتضار، لما سيدنا النبي كان في حجرة أحد أمهات المؤمنين وطلب، لأن الروح متعلقة بستنا عائشة، جمعهم واستأذنهم في إن هو يتمرد في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويأذنوا لسيدنا النبي يذهب إليها في حجرتها. يتصبب العرق من جبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحتضر، تأخذ بيده وتمسح عرقه. يسألوها ليه؟ تقول لهم: يده أطهر وأشرف وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. تبتنظر إلى وجهه وإلى نظرات عينه، تحتويه وتحقق له كل ما يتمنى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أخوها عبد الله ابن أبي بكر واقف في هذه اللحظات وفي يده سواك. رأت سيدنا النبي وهو بينظر إليه، سألته: هل تريد السواك؟ أومأ برأسه وهو في أضعف لحظاته. ستنا عائشة تأخذ السواك وتلينه بفمها، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ليطهر فمه الشريفة قبل موته، حتى يكون آخر ما دخل جوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ريق ستنا عائشة لآخر لحظة. سيدنا النبي يتوفى بين سحرها ونحرها. لحظات من الاحتواء في أصعب اللحظات وفي أدق اللحظات. الزوجة سند للزوج، احتواء للزوج، لا تعارض أبدا لدور الزوجة ولدور الزوج. بنكمل بعض، بنجمل حياة بعض. مثل نقتدي به من ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فاللهم ارزقنا السير على خطاها.